هاي صبايا، فيديو اليوم رح يكون خصيصاً عن الأيشادو باليت تبعيت هودا بيوتي يلي هي ديزيرت داسك، يلي أخذت كتير ضجة هالسنة من أول ما طلعت، وفعلاً هي كتير فظيعة من ناحية التنوع بأنواع الأيشادو تبعيتها واللوكس يلي ممكن نطلع منها. رح أعملكن أربعة لوكس من هالأيشادو. رح نبدأ اليوم بالأيشادو لوك الأول، بس قبل خلينا نتعرف أكثر عن هالأيشادو باليت ونعرف شو هي الألوان ومن شو متكونة والتكستشرز تبعيتها. هالأيشادو باليت فيها 18 لون، 8 منهم بيجوا هيك التكستشر تبعيتهم مات، 6 منهم بيجوا على شكل بريست بيرلز يعني مثل كأنه لؤلؤ مضغوط، 3 منهم بيجوا على شكل ديوكروم يعني بيعطوا لونين، ولون واحد بيجي على جليتر اللي هو هذا. رح نشوف هلا مع بعض السواتشز تبعيتهم. رح فرجيكم الفور تكستشرز تبعيتها. رح ابدا اول شيء بواحد من الالوان المات يلي هي الامبر، مثل ما شايفين هيك الفنش تبعيته مات. ثاني لون رح استعمل اللون الفنش تبعيته بريست بيرل، رح استخدم لون تركيش ديلايت، هيك بيجوا كانه بيرلز بيبرقوا. ثالث فينش يلي هو الديوكروم يلي بيجوا لونين مع بعض بيتغيروا بتغير الضوء عليهم. واخر لون اللي هو اللون الجليتر الوحيد بالباليت جاي على لون هيك خمري شوي. رح نبدأ اليوم بأول لوك يلي هو اللوك هيك الديلي السوفت روز على هيك الألوان الموف الكتير رايقة. رح استعمل فيها أفتح درجات بهالباليت. إذا حابين تعرفوا كيف عملت هاللوك خلونا نروح نشوف الخطوات. رح أبدأ فورا بالأيشادو لهاللوك، فأنا هلأ محضرة وشي أوريدي، حاطة الفاونديشن والستينج باودر وشوية هايلايتر وشوية بلاش، فرح فورا بلش بالأيشادو. لحتى أعمل الأيشادو رح أستعمل فرشايتين بس من تشارلز تيلبري يلي هنن السمجر براش والبلندينج براش. رح أبدأ بالألوان اللي هيك جاية سوفت وفاتحة، لأنه هاللوك هو هيك لوك ديلي فما كتير رح يكون تقيل، فرح أستعمل الألوان يلي جاية هون على اليمين، هالست ألوان تقريبا وممكن هاللون البني. أول لون رح أبدأ فيه هو لون ماسك اللي هو رح أستعمله كترانزيشن كولر، كلون انتقالي ما بين لون البشرة ولون الأيشادو. رح أخذ البلندينج براش ورح مده على كل الجفن. هلا حلاوة هاللون انه جاي هيك لون بني كتير فاتح، مثل كأنه بس هيك بين الجفن اكتر وبطنه. هلا عم ركز اكثر على كسرة الجفن، عم مرق الفرشاية علي اكثر من مرة لحتى تتحدد كسرة الجفن ويعطيهم تبطين اكثر. بعدين بنفس الفرشاية رح اخذ لون كشمير اللي هو جاي هيك على لون عسلي موف، ورح ركز على النص البراني من العين. هلا بما انه هذا لوك ديلي فما المفروض ياخذ معنا وقت كثير، هي مجرد 3-4 الوان وخلص، كلهم كثير درجاتهم قريبه من بعضها. بعدين بالسمادجينج براش رح اخذ لون عود يلي هو هيك جاي على بني، ورح احط على الزاويه البرانيه للعين، وبرجع بالبلندنج برش بعمل له بلندنج مع باقي الالوان. وبنفس اللون رح
ارجع مده بنفس الفرشاية تحت العين شوي. اخر خطوة لحتى نعطي اضاءة رح استعمل لون سيليستيال اللي جاي هيك على وردي، ورح احطه عند عند الزاوية اللي جوا تبعت العين. لسه في اخر خطوة يلي هي رح استعمل لون ديزيرت ساند لحتى افتح تحت الحواجب، وبيكون هيك خلص الاي شادو الديلي يلي هو اول لوك بهالباليت. هلا بعد ما خلصنا الاي شادو بيبقى بس نحط الاي لاينر والماسكارا ونكون جاهزين. للكحل اخترت قلم الاي لاينر روك اند كول من تشارلوت تيلبري بلون فيروشكا مينك يلي هو بيجي على رمادي تقريبا. وعم حدد فيه اكثر الزاوية البرانية من العين. هلا برجع بالسمادجينج براش يلي استعملته، رح مده منشان هيك ما يطلع لون قاسي ويتداخل مع لون الاي شادو ويطلع كأنه منه فيه. فهيك بيعطي لوك سوفت، ما كتير لون غامق وقاسي. وللمسكرة اخترت مسكرة بادجال بانج من بنفيت، حكيت عنها كتير بالانستغرام انه جربتها وكتير حبيتها، يعني من المسكرات فعلا النادرة يلي اول ما بتحطوها بتعطي هيك الافكت تبع الفولس لاشز وما بتكبتل كتير حلوة، حتى انه الابليكيتر تبعها كتير كتير فلكسبل هيك بياخد وبيعطي مع شكل الرموش. شوف الفرق، سحرية. وهيك بنكون خلصنا اول لوك من الفور لوكس تبعون الهدى بيوتي اي شادو باليت ديزيرت داسك. ان شاء الله يكون عجبكم، اذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا له لايك وتشاركوه مع كل رفقاتكم اللي بيحبوا هيك انواع من اللوك، وما تنسوا تكتبوا لي بالكومنت اذا جربتوا هالاي شادو باليت اذا عجبتكم وشو هي اللوكس يلي عملتوها فيه. انا برجع بشوفكم باللوك الثاني. باي.